السلام عليكم. بسم الله الفاتح لما أغلق. تنسيقية الدكاترة المعطلين بالرباط توجد بجمعية حقوق الإنسان بتمارة وتخوض لليوم التاسع أعنف وأشرس أنواع الأشكال النضالية وهو الإضراب عن الطعام حتى الموت. الوضع جد خطير ومأساوي، لدينا حالات بين الحياة والموت. نعم، بين الحياة والموت الآن بالمستشفى، منهم الدكتورة حياة وغيرها. نطالب بالتوظيف. الوضع دائما كما هو عليه، يعني دائما الأذان صماء. نريد الحوار مع المسؤولين من أجل هذا الملف، ونوجه من هنا النداء إلى جميع الحقوقيين، إلى جميع الهيئات، إلى جميع الجمعيات، إلى جميع المغاربة الغيورين على مصلحة العلماء وعلى الدكاترة الذين يمثلون المغرب أمام الأمم. فهنا النخبة، هنا نخبة العلماء، هنا أعلى ما وصل إليه المغرب من ثقافة، هنا الدكاترة، هنا جميع التخصصات. لدينا المخترعين، لدينا الأدباء، لدينا المؤرخين، جميع التخصصات التي من شأنها أن يتباهى بها المغرب أمام الأمم. فإلى متى هذا الصمت؟ إلى متى يا ترى؟ نريد فتح الحوار بشكل عاجل. ومن هنا أيضا نناشد صاحب الجلالة الملك نصره الله بتحريك هذا الملف، خاصة وأنه لدينا يعني العديد تجاوز عتبة التوظيف، يعني هناك سن 40 سن 50، وأيضا الوضعية الجسمية للدكاترة لم تعد تستحمل. إنه اليوم التاسع في الإضراب عن الطعام. القصباوي، عضو تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب. احنا اليوم في اليوم التاسع التوالي ونحن نخوض معركة الأمعاء الفارغة، معركة الإضراب عن الطعام المفتوح. هذه المعركة التي جاءت بعد استنفاد كل الطاقات الممكنة لدينا، دون بطبيعة الحال استجابة الجهات المعنية بتدبير الشأن المحلي وخاصة قضية التشغيل بالمغرب. 4 سنوات ونحن في شوارع الرباط أمام مختلف المؤسسات الحكومية للمطالبة بالحق العادل والمشروع، ألا وهو الحق في الشغل، المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. لكن الجواب الذي نتلقاه من كل المسؤولين هو اللامبالاة، هو عدم الاهتمام، هو العصا، هو التهميش إلى أو كل ما يتعلق بالعنف سواء الجسدي أو اللفظي إلى غير ذلك. وبطبيعة الحال جاء الاختيار ديال هذه المحطة كما قلت بعد استنفاد كل الطاقات الممكنة باش يوصل الدكتور أو الدكتورة أنه يهدي الروح ديالو أو جسد ديالو مقابل الحصول على الشغل لكي يضمن جزء من الكرامة. فهذه نقطة أو محطة جد صعبة في القرارات الممكنة لكل دكتور أو دكتورة. ولكن بعد المشاورات عزمنا جميعا على اتخاذ هذه الخطوة كحل أخير، يا إما تحقيق الكرامة يا إما الاستشهاد. البداية بطبيعة الحال كانت بدخول 12 فردا بين الدكاترة والدكتورات في خوض معركة الأمعاء الفارغة. الآن بعد أن وصلنا إلى اليوم التاسع وأن جميع الجهات المسؤولة على تدبير الملف ديالنا لم تهتم لذلك، لم تقوم حتى بزيارة لهذا المقر لكي تأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي والنفسي والوضع المأساوي التي تعيشه هذه الشريحة من أبناء الوطن. فإحنا عزمنا بعد مشاورات على أن هذا العدد ديال 12 دكتور تم أخذ خطوة جديدة، وهو أنه جميع الدكاترة والدكتورات ابتداء من إما غدا إن شاء الله أو بعده راه غادي نضاعفوا العدد وزيدوا يومين أو ثلاث أيام، غادي نوليو كاملين داخلين في إضراب عن الطعام. لأن النهار الأول إحنا عزمنا جميع يا إما نموتوا يا إما يعطيونا الكرامة ديالنا، وبالتالي إحنا ما عدناش الفرق في هذا الشيء وما بقيناش كنآمنوا لحد الآن بأنه راهد الناس غادي ياخذونا بعين الاعتبار. واش توصل 9 أيام وانت في إضراب عن الطعام والجهات المسؤولة اللي صوتنا عليهم واهتمينا واعتبرناهم غادي يقوموا بالوقوف مع أبناء الشعب وهم المسؤولين على تسيير الشأن المحلي وتدبير الوضع سواء وضع التشغيل الوضع الاقتصادي في البلاد والاهتمام بأبناء الوطن، وها هم سامحين في أبناء الوطن، ها أبناء الوطن كتموت وها هم في الكفن أصلا، يعني هم أصلا ميت حاليا. عندنا الحالات الحرجة اللي وصلنا 11 الحالة ديال الإغماء حاليا في هذه اللحظة، عندنا حالة في المستشفى جد خطيرة. الوضع اللي توصلنا له بالمعطيات الطبية هو أن الحالة ديالها تقدر تأخذ ليلة أو يومين في المستشفى في انتظار إلى استقرت الوضعية الصحية ديالها،
وعلى حسب الإشارات اللي توصلنا لها أن الوضع قد يكون أسوأ بكثير. نتمنى أننا ما نوصلش لحالات الاستشهاد، نتمنى وهذيك، لأن الدكتور عزيز علينا واحد منا فهو كيشكنا كاملين. نتمنى وهذه الرسالة توصل للجهات المسؤولة، توصل للحكومة ديالنا، ديروا بالهم راه هاد الناس صوتوا عليهم باش يخدموهم، ماشي باش يعذبوهم ويهمشوهم ويلوحوهم في الشوارع ويلوحوهم الان هما كيموتوا. فكنتمنوا ياخذوا هاد الامور بجديه ويدخلوا على الاقل، يقوموا بزياره على الاقل زياره ميدانيه لهاد الدكاتره والدكتورات لكي يطلعوا على الوضع الحقيقي الصحي ديال هاد الناس، وانا ذاك هما لهم واسع النظر، يا إما في إيجاد حل عادل ومشروع، يا إما يخليوا هاد الأبناء يتوفوا ويكملوا الوفاة ديالهم أصلا في الطريق. وبالتالي راه هذه الرسالة أيضا لأعلى سلطة في البلاد يتدخل لإنقاذ أبناء الشعب ديالو. نتمنوا أن الملك البلاد نصره الله يدخل وينصر هاد الأبناء في حقهم حتى أنهم يحقوا جزء من الكرامة. وشكرا لكل المنابر الإعلامية على المتابعة وعلى الاهتمام ديالكم بقضية ديال الدكاترة المعطلين بالمغرب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.